طرح مشرعون إيرانيون مشروع قانون يهدف لخفض التمثيل الدبلوماسي البريطاني في إيران، ويأتي هذا بعد دعوات متزايدة لطرد السفير البريطاني. وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الإيرانية أنها اعتقلت السفير البريطاني لدى طهران خلال مشاركته في احتجاجات طلابية بحسب الاتهامات قبل الإفراج عنه في وقت لاحق. حادثة وصفها الوزير البريطاني دومينيك راب بغير المبررة. وحول الملف الإيراني ينضم إلي من العاصمة الفرنسية باريس عبر خدمة سكايب ديفيد عباسي المختص بالشأن الإيراني، تفاصيل ومعلومات وأحداث متلاحقة فيما يتعلق بالشأن الإيراني. لكن نبدأ من القرار الأخير من الدول الأوروبية المواقعة على الاتفاقية النووية. استمعنا للتقرير قبل قليل، لكن ماذا تحمل الأيام القادمة في جعبتها فيما يتعلق بعقوبات أو قرارات من هذه اللجنة التي سوف تشكل، خاصة بأن الحديث هنا بات يدور حول عقوبات ليست فقط أمريكية وإنما أيضا أممية؟ مرحبا، مساء الخير. كما تعرفون بأن الاقدامات الأخيرة ضد نظام إسلامي إيراني في إيران نجح. يعني عندما إيران ما رجال الدين ولا اتفاقية ما عندهم مساري، لا يقدر أن يلعب في العالم وفي المنطقة كما لعب منذ سنين. فلذلك إذا عملنا ضغط على الجمهورية الإسلامية، هي ما كان عندهم مساري ليصرف في برا، طبعا جيد جدا من أجل السلام، سلام الدولي. نعم سيد ديفيد، لو نقف في هذا الموضوع تحديدا، موضوع الاتفاقية النووية الآن بعد هذا القرار من الدول الأوروبية، ماذا يعني من الناحية العملية الآن؟ هذا هو الاتفاقية النووية. في داخله كان بأن إيران سيأخذ مليارات دولار من أمريكا ومن أوروبا، لأن أهم شيء هذا مسألة اقتصادية. في هذا عندما وقع مع أوباما في زمن الرئيس أوباما، إيران قال سيد ترامب روحاني أخذ مليارات دولار، ولكن إذا توقفنا هذا تمويل الإيران قضية النووية، كما رأينا إيران لا يحترم اتفاقات الدولية وتتابع، وكما نرى النظام الإيراني لا يحترم حتى شعبه. لكن سيد ديفيد، لو ننظر إلى وجهة النظر، لو نعين وجهة النظر الإيرانية، أنت تعلم في نهاية المطاف الولايات المتحدة هي من بادرت بالانسحاب، هذه نقطة. نقطة ثانية، إيران تشكو من أن الدول الأوروبية وباقي الدول الموقعة على الاتفاقية النووية لم تفلح في تجاوز العقوبات الأمريكية لمساعدة إيران. لا، يعني أقول لكم شيئا، بأن أمريكا عندما انسحب عن الاتفاقية، هاي مسيو ترامب الرئيس ترامب كان يعلن هذا في زمن الانتخابات، وعلي خامنئي كان يعرف هذا. هذا كان أيضا لا يجب أن ننسى بأن سيد علي خامنئي المرشد الإيراني هو الذي كان يحب انسحاب الأمريكا من هذه الاتفاقية، ومن بداية قال مرات كثيرة. ولكن طبعا في أوروبا، لأن عندهم اتفاقيات كبيرة وكثيرة جدا اقتصادية مع إيران، وهنا في أوروبا أوضاع الاقتصادي تعبان جدا، بحاجة مساري، بحاجة اتفاقيات مع إيران. إيران غني خصوصا الآن في المنطقة، حتى العراق، وحتى نشوف في تقريبا لبنان وفي سوريا كمان إيران يحكم. فلذلك قضية الاتفاقية النووية، طبعا سيد ترامب انسحب، ولكن سيد علي خامنئي قبل انسحاب ترامب هو كان يقول أنا لست موافقا، والآن هو يفتخر بهذا. انظروا الطائرة أوكراين سقطت. فرص فرض عقوبات الآن من باقي الدول، الحديث هنا حول فرض عقوبات من الأمم المتحدة على إيران، هل هذا وارد؟ هذا أنا أظن بأن الأمريكا ستتابع هذا الفرض، وهو يطلب يوميا من أوروبا لكي يمشي معه، وهم يفكرون بأن فرض العقوبات أحسن
طريق للضغط إيران، خصوصا الآن أنتم تعرفون في داخل إيران اليوم أول مرة الشعب خرج في الشوارع ويريد رحيل خامنئي ورحيل روحاني، يعني رحيل النظام. وخرج احتجاجا أيضا على كارثة الطائرة، ورئيس روحاني توعد بالقصاص من المسؤولين عن هذه الكارثة. طبعا طبعا، لكن أقول لكم شيء في داخل الطائرة، أنا بعت لكم صور في داخل الطائرة، كان تقريبا 10 أشخاص قريب من قاسم سليماني، وحتى كان ميلاد قاسمي، كيانا قاسمي، أمير حسين قاسمي في داخل الطائرة، وكان زهرة حسني ومحمد صالحة. زهرة حسني أبوه كان من أصدقاء قريب جدا لقاسم سليماني، وقاسم سليماني كان يزور هذا زهرة ومحمد يومين ثلاثة أيام قبل اغتياله، وأعطوهم معلومات، لأن الطائرة لقد سقط بيد إيران. وكان يعني هنا تشير إلى أنها ربما تكون هذه محاولة متعمدة. سوف أكتفي بهذا القدر لضيق الوقت للأسف. السيد ديفيد عباسي المختص في الشأن الإيراني، كنت معي من العاصمة الفرنسية باريس عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا.